نغسل دول يعني. ما هو الفرق ايه؟ فرن الله خلاص؟ مية مية. استنى بقى اوعى ايدك يا نسيم، خليه ولا اقلبها على الناحية التانية بس وخلص على كده. ساعدك؟ في هنا شوكتين بس، شوكتين. دي ما بتتحرقش، ما بتتحرقش. انا عايزه اقلبها بس. يلا يا توت. نعم يا حبيبتي. هات البطرمان، حد شاله من هنا؟ بطرمان ايه؟ اللي هو كان بتاع الصلصه ده. انا شلته يا ام. طب هاتيه يا حبيبتي. مروان اديله، ادي ماما بطرمان الصلصه. شو هو؟ بطرمان الصلصه. شو بطرمان الصلصه يا عم؟ شو بطرمان؟ فين الصلصه؟ شو بطرمان؟ بامره؟ لك بامري. ما انا بوظها من كده. تعالي كتبي كتبي. نسيم قولي بس. يلا ماما يلا. انا ممكن اروح اكل في الاوتيل يعني، مش مهم. لا انت هتاكلي معايا. تعرفش نعمل معاها؟ قولي يا حبيبي. بنفرم بصل، بنحط خل بكاسه، خل وبصل، بنحط الملوخيه فوق الرز. بس بتجي الملوخيه مش هيك، مش مثل شوربه، بتجي يعني بتجي وراء هيك. هي بس عارفه انا ما حبيتهاش. اوكي، بنحط فوق بصل وخل. شوفي يا شو اللي بيخليها هيك؟ بتجي عند امي تعمل لك اياها. انت فيك ده عباس اللي خاص قوي. طيب ورفيق الوحيد اللي بان عليك. ورفيق كمان يا ماما. لا لا احنا كمان 2 كيلو يا حبيبي الاسبوع ده. عباس اللي بان عليه. ونسيم يا طنط. قبل رجع للامام. احنا مش عباس كده من فتره، بس قبل رجع لما سافر. لا احنا قبل باسم مقابل يعني، لما اقل اكل ياكله ممكن يدخن. احنا عشان ندخن بناخد وقت. انا اكتر واحد. لا انت خاسس يا قلبي. طب خد الكلمه دي. نحن بنعملها هيدي اتقل يعني، مش هالقد فيها زي السبانخ يا ماما. بالظبط زي الخبيزه. بنحطها على بصل وخل، وبصل وخل فوق خبز محمص. خبز محمص خضرا. تحسوا ان انت بتاكلوا سبانخ بس خضرا. كلتها انا. انت عارف زي ايه عباس؟ اكلتيها انت يا اسوان؟ لا زي القطر. تعرف حاجه اسمها قطر؟ بتاع اسوان. وعندنا كمان في المغرب كده. انتوا هيك عندكم جماعه؟ بس ما كنتش عارف. بيبقى كده ويعملوا فيه عيش. لازم اضربوا الخبيزه عشان فكرها برضه. يعملوا فيه عيش وياكلوها. الخبيزه تكون زي الملوخيه كده بس اتقل. ايوه.